السلام عليكم. اليوم راح اتكلم عن اساسيات لف الارميتشرات. قبل لا نتعلم شنو اللف خلينا نشوف اول شيء مكونات الارميتشر بصوره عامه. يتكون الارميتشر بصوره عامه اول شيء من الكوموتيتر، والكوموتيتر بي نوعين، نوع الربط يكون ليط مثل هذا النوع، والنوع الثاني اللي يكون على شكل بنط يسمونه، هذا النوع الثاني من الكوموتيتر. الجزء الثاني من الارميتشر اللي هو الستيتر. الستيتر اللي بي المجاري اللي تدخل بي الملفات، هذا اهم جزئين بالارميتشر. نجي هسه الى انواع لف الارميتشرات. عندنا نوعين من اللف، لف الانطباقي واللف التموجي. الانطباقي اللي هو هذا النوع مثل ما تشوفون، انطباقي يعني الطبقة هاي تيجي فوقها الطبقة الثانية، وتيجي فوقها الطبقة الثالثة والرابعة وهكذا. هذا النوع قديم، حاليا ما قاعد يلفون به لأن يسوي مشاكل بالاتزان. هذا النوع الحديث اللي يصيحوا له التموجي، مثل ما تشوفون هاي الطبقة تقابلها طبقة في الجانب الثاني، وهناك طبقة تقابل في الجانب الثاني. هذا الهدف من عنده راح يقلل الاتزان أو البالانس. تعرفون الارميتشر لما يفتر راح يصير يفتر بسرعة عالية، وراح يسوي اهتزاز في حال عدم توازن الارميتشر. نجي الى انواع الارميتشرات من حيث عدد النحاسات. اكو نوع من الارميتشرات، اول نوع اللي يصيحوا له السمبلكس، اللي هو عدد النحاسات يساوي عدد المجاري. يعني لو كان هذا 12 مجرى 12 نحاسة، هذا يكون 12 مجرى. النوع الثاني اللي يصيحوا له الدوبلكس، اللي هو عدد النحاسات ضعف عدد المجاري، يعني إذا كان 24 هذا 12. والنوع الثالث اللي هو عدد النحاسات 3 أضعاف عدد المجاري، اللي يصيحوا له التريبلكس. نجي إلى طبقات اللف. مثل ما تشوفون هنا هاي يصيحوا له طبقة، والجوه أيضا طبقة. أكو نوع من اللف، نوعين، اللي هو يبدي طبقة وينتهي طبقة، وخلال هذه الطبقات بين الأولى والأخيرة طبقات مزدوجة. هذا نوع من اللف يصيحوا له يبدي طبقة مفردة وينتهي طبقة مفردة. النوع الثاني يصير يبدي مزدوج وينتهي مزدوج، يعني جميع الطبقات مزدوجة، وهي راح أتحدث عليها في فيديوهات ثانية إن شاء الله بشكل مفصل. نجي إلى أعطال الأرميتشرات. أعطال الأرميتشرات أكو عطل يصير وين بالكوموتيتر، وعطل الثاني وين بالملفات. الضرر بالكوموتيتر شو يصير عندنا؟ ضرر هنا هو شنو؟ هو ارتفاع احد النحاسات. طبعا يكون اكو شيء ظاهري يعني مبين، واكو اصلا مبين يعني ارتفاع مليمات، اللي هي يعتبر بدايات التلف الارميتشر، عفوا بدايات تلف الكوموتيتر. هسه هنا عندنا اكو تلف بس قليل، لا يمكن يعني مدري تشوفه الا تتلمسه تشوف اكو ارتفاع، هاي يعتبر بداية. إلى أن يوصل هاي الحالة، مثل هاي الحالة عندنا هنا يعني طائرة واحدة في النحاسة. الحالة الثالثة لو يعني أكثر من واحدة تطلع من مكانها. عندنا هاي الحالة ناكو ضرر عندنا، مثل ما نشوف هاي الحالة لحظة هنا حرق صاير، وهنا حرق، يعني هنا صاير ارتفاع. لو تلاحظ اكو هنا، لو وضح زين يشوفون اكو مكان مرتفع بيه النحاسة. هذا اول ضرر بالكوموتيتر. هذا طبعا مستحيل يصلح بعد مجرد ان ترتفع مليم واحد بعد تنتهي، على الرغم اكو فيديوهات من على اساس انه يصلحوه. هذا كله ما يصير، ما يطول ثواني، مجرد انه يشتغل ثانيتين وبعد نفس الشيء ايضا تنقلع. هذا ضرر الاول بالارميتشر. الضرر الثاني وين راح يصير؟ بالملفات هنا عندنا. والضرر نوعين، اما يصير قطع بالملفات او يصير دمج. الدمج شنو الدمج اقصد به؟ الدمج هو يحترق السلك، يحترق المادة العازلة. بعد ما تحترق المادة العازلة راح يصير شورت بين الملفات، وهذا يصيحوا له الدمج بين الملفات. نجي هسه شلون نفحص الارميتشر، شلون نفحص ان هذا عاطل او لا. اما بشكل نظري يعني اشوفه مثلا هذا الارميتشر عاطل، شلون عاطل؟ مثلا اكو ضرر بالكوموتيتر او ضرر وين الملفات، مبين انه الاسلاك محترق، بس ما تجي الارميتشر
تلاحظ عليه انه ما بيشي، يقول ما بيشي، ولكن لا اكو بي ضرر. الفحص بطريقتين. الفحص الاول اما استخدم الاوفوميتر افحص كل نحاسة مع النحاسة الثانية، هذا افحص اذا اكو قطع بالملفات. والفحص الثاني او استخدام جهاز الجراولر. الجراولر شو يسوي؟ يطلع اذا اكو دمج بالملفات. هسه اوضحها لكم. طبعا الجهاز بسيط، كلش بسيط، تقدر تصنعه بالبيت. هسه نجيب هذا الارمتشر بيدمج، خلي بهالوضعية هاي. شغل وتجيب هذا مال مشاطير. مش لاحظ الاهتزاز اللي يصير. هذا المجرى يعني شنو بيه؟ هذا المجرى صار بيه دمج، صار بيه دمج. هذا المجرى ما بيه شيء. هذا ايضا هذا اهتزاز، يعني شنو؟ اكو صاير دمج بالملفات. هذا ايضا هذا ما بي، هنا مكان سليم. صرت تلاحظون هذا الملف، هنا ملف عندنا معطوب، هنا سواد صاير يعني محترق، صار عندنا دمج. هاي طريقتين نفحص بيها الارميتشر في حالة وجود قطع او الدمج الملفات. سؤال يقول ليش الارميتشرات او تفشل لف الارميتشرات؟ ليش يقولون ان الارميتشر ما يلف او مستحيل لفه؟ لا، يمكن يلف بسهولة، لكن اكو مشكلة تحدث مشاكل اثناء لف الارميتشر. منها اهم شيء هي اول نقطة هي استخدام او استخراج البيانات بصورة خاطئة. مثلا طلعت القطر، طلعت قطر السلك اكبر من الاصلي او طلعته اصغر من الاصلي. يعني شلون؟ في حالة اذا طلعت القطر اكبر راح يسبب شغلة. اول شيء راح صح تزداد العزم مالته، ولكن بالتالي راح تقلل المقاومة وترتفع درجة الحرارة، وبالتالي راح يتلف بسرعة. في حال طلعت القطر اقل راح تقل العزم مال الجهاز، وبالتالي المقاومة راح تزيد، وبالتالي يصير ضعف بالجهاز، ما راح يشتغل بصورة صحيحة. هذا اول سبب. بعد ان الشغلة الاخرى عدد اللفات. عدد اللفات ايضا اذا طلعته بصورة خاطئة ايضا راح يطلع عندنا مشكلة باللف. فلاحظ اكو شركات شو يسوون؟ الطبقة الأخيرة يسووه عددها قليل، ولكن الداخلية عددها كبير. فأغلبهم اللي مبتدئين باللف راح يسوي، راح يطلع فقط هذه الطبقة ويحسبها، وبالتالي لما يلف لأن يكون 12 لفة ولكن في الداخل جوا 24، راح يطلع عندنا هذا، راح يصير عندنا يعني الأعداد كلش قليلة، وبالتالي رأسا بيحترق الأرميتشر. فأفضل شيء واحد يتأكد مو بس من يطلع الأعداد، وإنما عن طريق المجرى، يطلع المجرى وتحرقه ويطلع عدد اللفات، وتقسم على اربع يطلع عدد اللفات لكل طبق. نيجي هسه السبب الثالث اللي هو تحديد النحاسة البداية واول مجرى. طبعا هنا اول نحاسة عندنا اللي هي هاي النحاسة الاولى، اللي هي نحاسة البداية والنهاية، يعني تبدي من هاللف وتنتهي من هاللف. في حالة انه اني حددتها بالعكس، هنا حددتها هنا راح يصير عندنا مشكلة باللف وتصير عندنا خطر، واذا حددتها هنا ايضا راح يسوي لنا مشكلة باللف. اضافة الى اول مجرى ايضا اذا ما حددته بصورة صحيحة، بدل ما ابدي من هنا راح ابدي من هنا، راح يسوي لنا ايضا مشكلة وما يشتغل عندنا بصورة صحيحة. السبب الثالث والاهم يعتبر بعد اللف، حتى لو كان لفك جدا ناجح، اللي هو المادة اللاصقة. طبعا هذا بعد ما يلف راح ينصب عليه مادة لاصقة، وانا جدا عانيت من هاي سالفة المواد اللاصقة، وايد جربت مواد الى ان وصلت المادة اللي هي افضل مادة، اللي هي مادة الايبوكسي رزن، وايضا حتى الايبوكسي رزن بمواد يعني اكو مغشوش واكو اصلي. هاي المادة
اللي هي راح تخلي الأسلاك متماسكة بشكل قوي، وأثناء الدوران وسرعة عالية ما تتفكك الأسلاك. أكو نوع من المواد يدخل فقط هنا بهاي المكان، ما ينزل جوا المجاري، وبالتالي إذا ما يوصل للمجاري يدخل المادة اللاصقة راح تحترق، راح يصير عندك هنا دمج لأن تكون غير محمية وتتحرك لأن ما بيها مادة لاصقة. عزل المجاري، أكو هنا عوازل، هنا أكو عوازل في بداية اللف، إذا أخليها قصيرة يعني بدأ ما تكون هنا العوازل هو المايك أقصد به قبل لا ألف، إذا أخليها قصيرة راح يطخ السلك بالستيتر وأيضا راح تنزال مادة الوانيش وبالتالي حصل شورت، وبالتالي بعد ما تكمل لف وما يشتغل عندك يصير شرارة. نجي إلى نوعية الأسلاك، نوعية الأسلاك المستخدمة هنا كلها نحاس، إلا أكو شركات تستخدم الألمنيوم وهي شيء يعني جدا رديئة جدا رديئة، ما تتحمل حرارة وساعة تحترق، مجرد أن تشتغل شوية ما تتحمل وأصلا تحترق. إحنا شو نسوي؟ عندنا معادلة خاصة نبدل بها بدل ما نستخدم الألمنيوم نستخدم النحاس ونستخدم البديلة. وإن بعد مشكلة له اللي هي بعد ما نلف الأرميتشر ونكمله وحسب المعلومات الصحيحة اللي أخذناها والبداية المجرى صحيح والربط عندنا كله صحيح والقياس صحيح، أذن يطلع عندنا شرارة من التشغيل. ليش؟ أكو سبب اللي هو الكوموتيتر، مرات الكوموتيتر يصير عندنا شورت هنا داخلي يعني ما معزول بصورة صحيحة فيطلع أيضا شرارة مشكلة. والسبب اللي هو الشبير دائما اللي هو أحد النحاسات مرتفعة ولكن مرتفعة بشكل قليل جدا لا يمكن ملاحظتها بالعين المجرد، بداية اللي هو بداية ضرر كومبيتيتر. فأفضل شيء واحد فحصه زين يلا يبي لف لأن حرامات يروح التعب مالته كليته بعد ما يكمل لف، بعدين يطلع عنده الكومبيتيتر مضروب ويروح عليه التعب كليته. عندنا الأجهزة القياس اللي نحتاجها باللف، أهم جهاز عندنا اللي هو المايكروميتر اللي يقيس أقطار السلك، طبعا سلك النحاس مو رأسا نقيسه مباشرة، لازم نطلعه ونحرقه وننظفه زين يلا، لأن هاي طبقة الوانش أيضا بها يعني مساحة شوي قليلة فلذلك نحرقه بعدين نقيسه. نحتاج البرنة، ها كلش مهم عندنا، نسوي بها نقيس القطر الخارجي بالكوميتيتر والقطر الداخلي وكذلك الارتفاع، وعندنا العمق كلش مهم لأن ما نبدل الكوميتيتر لازم نعرف العمق، فإذا بس نخطأ راح يصعد أو ينزل وراح يضرب عندنا الفحمات. وعندنا نحتاج المسطرة، نحتاج حتى نعرف شقد نحتاج أو شقد ارتفاع اللي نحتاجه حتى نخلي عوازل، لأن إذا قصير يسوي مشكلة وإذا أيضا أعلى من المجرى الأصلي أيضا يسوي لنا مشكلة. طبعا أنا هاي مختصرات، مجرد مختصرات لأن أكو هواي معلومات بعد كلش هواية راح أخذها بشكل مفصل ولكن فيديوهات أخرى، لأن راح أبدي شو أسوي، أجيب أجهزة عطلة وأقوم ألفها خطوة خطوة. والسلام عليكم.